طيب سيادة اللواء، البعض ممكن يسأل ايه أهمية ان يكون في احتكاك مباشر من الهيئة والمواطنين الناس العادية اللي مش مسؤولين؟ انا هرجع 3 سنين لورا واقول لحضرتك ان احنا في العام الاول للمشاركة، لما اتفتح اليوم الاول للتلاقي مع الجمهور، كان الجمهور بيعدي من قدام الجناح مستغرب يخش ولا ما يخشش، يتصرف ازاي. فكنت انا والزملاء بنقول لهم لا اتفضلوا شاركوا، ما تقلقوش من مشاركة هيئة الرقابة الإدارية، احنا مش جايين نتكلم على القضايا ومكافحة الفساد بالشكل المباشر اللي انتوا عارفينه، احنا جايين ندي قيمة توعوية وتثقيفية للأسر، طبعا للأسر كلها. اتفضلوا معانا وفعلا بقى في إقبال، وفي السنوات اللي بعد كده بقى الأب اللي كان بيجي لوحده وبيجيب أسرته ويجي يفكرني بالعام الماضي إن هو جه وجاب أسرته وولاده اللي في المدارس والجامعة عشان يتعرفوا على فكرة ثقافة مكافحة الفساد. طيب إيه أبرز الأسئلة، إيه أبرز الاستفسارات اللي بيوجهها الجمهور لحضرتك؟ والله يا فندم إحنا بنقدم دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لأن هي الذراع التدريبي والتثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية. بيسألوا إزاي إن هم يقدروا يلتحقوا بالدورات التدريبية المختلفة، إيه البرامج اللي بتقدمها الأكاديمية. بيسألوا أيضا عن الدبلوم والماجستير الخاص بمكافحة الفساد، لأن احنا بنقدم دبلوم وماجستير في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، وبندي شهادة أكاديمية خاصة بهذا الأمر. كذلك احنا شغالين على ان احنا نمنح درجة الدكتوراه، وبيعرض هذا الأمر على المجلس الأعلى للجامعات لإقراره، والإجراءات إيجابية وماشية في اتجاه ان شاء الله إقرار منح شهادة الدكتوراه. عظيم. ده من خلال ضيوف وزوار المعرض ممكن يصلوا الى هذه المرتبة من خلال التواصل المباشر معاكم من هنا من المعرض. صحيح، احنا باستمرار احنا عندنا شاشتين تفاعليتين، الشاشة الأولى خاصة بموقع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبالطبع الشاشة الأولى هي شاشة موقع هيئة الرقابة الإدارية، وبنقدر نخش من شاشة الهيئة على الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فيها كل الردود على كل الاستفسارات اللي ممكن أي مواطن يرغب في الالتحاق بالأكاديمية إنه يسألها ويتم الرد عليه من خلال الرسائل أو من خلال مطلعته للبرامج والدورات التدريبية.